أخبار اليوم. أنا مونيا، عندي 19 سنة، خلقت في المغرب وساكنة في هولندا. كنقرا سوشيال وركر وبغيت نريبريزونتي النساء العربيين في هذا ميس ايكو يونيفرس، وبغيت نوري بأن الدول ديالنا العربية are very beautiful and نوري بأن ما صار في is the like the Arabic LA. It was always dream to come here. Thank you very much.